زير التسريبات قوية جدا بترعب كوميونتي جي تي اي بالكامل، فلو انت من ضمن الكوميونتي اللي حابب جي تي اي جدا فحابك ان انت تسمع الفيديو ده كويس جدا. وده ليه؟ لان الفترة دي كلها هتلاقي كم اشاعات مش طبيعية بخصوص جي تي اي 6. عايز اقول لك ان ظهرت اشاعتين او خلينا نقول 3 اشاعات خلوا الناس حرفيا مرعوبين. كل جيمر مستني اللعبة بقى بيقول لنفسه بعد كل المعاناة دي وفي الاخر ده يطلع سعر اللعبة $150 ازاي؟ ولو حتى حصل وانا قبلت السعر دون المفروض اقبل ان اللعبة حجمها 750 جيجا؟ عزيز الجيمر اهلا بيك في حلقة جديدة في قناة المتواضعة. النهاردة هتكلم معاك عن اشاعة السعر والحجم الخاص بلعبة جي تي اي 6. بس خد المفاجأة، في اشاعات اكتر من كده بكتير، بس زي ما تعودنا ما تنساش نذكر الله لا اله الا الله ونصلى على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. وبس اخدنا حسنتين مع بعض. بداية السعر $150، انا عمري ما دفعت الكم ده من الفلوس على لعبة واحدة. حتى لعبة Assassin's Creed Valhalla استنتها لما نزل عليها عرض من فترة كبيرة واشتريتها بكل اضافاتها $50 بس. فتيجي دلوقتي بعد ما انتظرت 8 سنين تطوير للعبة تكاد تكون وهم وتقولي ان السعر هيكون $150؟ هلنا. طبعا الاشاعة اتصدرت ترند بكوميونتي الجيمرز كله يا جماعة، كله بقى يتكلم عنها ويقولك الحجم والسعر الرسمي للعبة GTA 6. فيه طبعا اللي صدق وفيه اللي طلع والتريق. دي اشاعة يا اخوانا، مفيش لعبة توصل للسعر ده كنسخة ستاندرد، وحتى لو وصلت اوعى تشتريها. انا لو لعبة هتقف عليا ان اشتريها $70 مش بجيبها وبستنى ان يتعمل عليها عرض اصلا. طب معلش يعني يا دوتسي، امال ليه الناس صدقت الخبر ده؟ ببساطة يا عزيزي عشان اللعبة معمول عليها ضجة كبيرة اول ايام دي، واول شيء يخلي الناس تصدق حجم تكلفة تطوير اللعبة اللي برضو تسرب وقالك انه $2 مليار. بص المعلومة دي انا حاسسها هبدة الصراحة، وفي نفس الوقت حاسس ان هي حقيقة، لان معلش Red Dead Redemption 2 تكلفة تطويرها لوحدها وتسويقها حوالي $950 مليون، فما تستبعدش نهائيا ان 2 مليار تكون تكلفة GTA 6، خصوصا بالوقت الحالي. انت عندك Red Dead اصلا صدرت في 2018، فرق السنين دي طبعا بتخلي ان قوة العملة تقل، انتوا عارفين كل حاجة بتغلى وكده، فهو ده سبب ان الناس صدقت الخبر. ايوه، ما انا لما اشوف خبر زي ده هقول لنفسي ايه، ياض يا دوتسي دي الشركة تفشخنا في سعر اللعبة عشان تعوض طبعا ال $2 مليار. بس هرد عليك واقول لك لا، لان الامور ما بتمشيش كده يا صاحبي. شركات الالعاب والاجهزة المنزلية ما تقدرش تعلي سقف السوق والا هتخسر، زي مثلا اجهزة الجيل الجديد. كلنا قلنا ان البي اس 5 قوي جدا لدرجة اننا استقلينا عليه $500، وقلنا ازاي تكلفة الشركة للجهاز اكتر من حقه، ده كده هيخسره. ولكن عايز اقول لك ان دي سياسة بتتبعها سوني وغيرها من شركات الالعاب عشان تعوض خسارتها وكمان تربح، زي مثلا اشتراكات البلس بتاعتها اللي بتمص دمك فيها سنويا او حتى شهريا، واللي انا ضدها بالمناسبه، او مثلا الالعاب الحصريه ليها اللي حضرتك بتشتريها برضه. كل دي صناعات وخدمات بتعوضهم خسارتهم دي. نفس الكلام ده للالعاب. جي تي اي 5 حتى الان يا صديقي بتكسب فلوس بالهبل، على الرغم اصلا ان تكلفه تطويرها كانت $265 مليون فقط، وتكاد تكون عاده الربح بتاعها $2 مليار. فما تقلقش يا عزيزي، اللعبه عمرها ما تقتص منك ال $2 مليار في سعر اللعبه نفسها، الا بقى لو كنت من لاعبي الاونلاين هتقدر طبعا انها تطلع منك ال $2 مليار. فكده انا عرفتك ليه الناس صدقت. طب في اسباب تانية؟ اكيد طبعا، زي انها بتتطور من 8 سنين واننا هنموت عليها الصراحه، وكمان عشان شفنا العاب روك ستار القديمه وقد ايه كانوا في منتهى العظمه. دي كلها اسباب تخليك تصدق ان سعرها ممكن يوصل ل $150. بس خبر فيك يا صديقي، وما تقلقش مش هتوصل للسعر ده خالص. بالنسبه بقى للحجم، انا عندي الكونسول 5 مساحتي تقريبا 825 جيجا، وده النسخه الديجيتال، ده غير ان النظام واخد منهم كمان. طب انا دلوقتي بسال يا روك ستار، ازاي يعني ازاي 750 جيجا هحطهم على الجهاز عندي؟ روك ستار طبعا هترد وتقول لي وانا مال امي، هو انتوا تكذبوا الكذبه وتصدقوها؟ طبعا عندهم حق، كذبه، مفيش حاجه اسمها 750 جيجا يا اخوانا. الخبر ده طبعا زي الخبر اللي قبله بالظبط، الشركات دي سواء شركات صناعه الاجهزه المنزليه او حتى الالعاب ما تقدرش تخسرك كجيمر، وما تقدرش تركز على طبقه واحده فقط. انت في عالم الجيمز عندك طبقات كتيرة جدا، الغني والفقير واللي ما عندوش اصلا جهاز وبيختم الالعاب على اليوتيوب، واللي كمان عنده جهاز وما معهوش يشتري العاب اصلا. ده غير كمان ان في نوع تاني معاه يشتري لعبة لكن ما يقدرش يحمل المساحة دي كلها، اولا ان كانت على البي سي او حتى على الكونسول لو عنده SSD، ده لو انت غني بقى فحت. ايوه، ما انت عشان تكسب مساحه اكتر على الكونسول لازم تجيب SSD للكونسول بتاعك، لان مساحته كجهاز ما تنفعش تنزل عليه الكم ده من الجيجات،
فانتوا حاولوا ان انتوا تميزوا ما بين الكذبه وما بين الاشياء اللي هي حقيقيه. ده انا عاوز اقول لك لما وورزون تخطت ال 175 جيجا على البي سي، الواحد سابها ما قدرش طبعا على كم تحديثاتها والمساحه بتاعتها دي، فدي كذبه طبعا. والغريب ان البعض صدقها، ما هو بالعقل كده، ان كنت كونسول فصعب تقتني لعبه بالحجم دون، فخلي دي في بالك دايما. وان كنت حتى بي سي انت برضو مش هتتقبل المساحه دي كلها. اللي انا خايف منه اصلا انها هتنزل للبي سي امتى بعد نزولها للكونسول، لان زي ما احنا عارفين جي تي اي 5 نزلت البي سي بعدها بسنتين، وريد ديد ريدمشن نزلت بعدها بسنه، فحرام انها تنزل على الكونسول الصراحه وجمهور البي سي ينتظرها سنه او سنتين، فربنا يستر. تعال ندخل على خبر تاني او خبرين تانيين برضو اشاعه، وهما ان اللعبه محتاجه 400 ساعه تختيم وكمان متطلبات تشغيلها. هو انا بحب الالعاب الطويله وكل حاجه، بس مش لدرجه 400 ساعه. 400 ساعه دي لعبه معموله لكائنات الروبوتس اللي هي اصلا ما بتنامش، يعني انت هتقضي 400 ساعه على لعبه زي كده؟ ما ينفعش، مده طويله جدا لتختيم جيم، فكذبه وكذبه ضخمه قوي. قول مثلا 100 ساعه هصدقك، ودي مده برضو كبيره قوي، لكن 400 ساعه حرام والله عليك اللي انت بتسربه دوت. هو انت شايف شغلك كويس جدا وبشكل عظيم، بس جعلصتها قوي، وهعرفك في نهايه الفيديو ازاي المسرب دوت شايف شغله بمنتهى العظمه، بس استنى نشوف المتطلبات. بص، في خبر تاني شفته باحد الجروبات بيقول لك ان دي متطلبات لعبه جي تي اي 6. يعني عايزك تقول لي كيف، يعني كيف ان دي متطلبات جي تي اي 6؟ انا عاوزك تقنعني ازاي. انا اصلا انصدمت لما شفت ان في لعبه متطلبه بالشكل دوت، بس الفكره عاوز اقول لك انها جوك مزحه، يعني مفيش اي شيء من الكلام دوت هيحصل، ولكن قلت اعرفك بالامر برضو عشان لو الموضوع اتنشر وكبر تبقى انت عرفت الدنيا وعارف فيها ايه. دي مش متطلبات جي تي اي يا اخوانا، دي متطلبات تشغل وكاله فضائيه بحالها. يعني عاوزك تقول لي ازاي انت طالب متطلبات الادنى 32 جيجا رامات يا جاحد، لا واقل كارت شاشه كمان RTX 2060؟ انت بتهزر بجد. طبعا دي متطلبات فعلا، ولكن مش لجي تي اي 6، دي متطلبات للعبه اسمها بيرفكت نيو وورلد، بس مش لينا الكلام ده. فحبيت اذكر الخبر ده لانه لو وقع قدام الناس، الناس هتصدقه على طول. طب ايه اللي انا قصدته بان المسربين دول شايفين شغلهم حلو؟ بص يا اخوانا، جي تي اي حاليا كمل اخبار عنها مش طبيعي، والشيء ده طبعا عمل لها ضجه كبيره بالعالم كله. طبعا الضجه دي تتمناها اي شركه في حملتها الاعلانيه، على سبيل المثال كوكاكولا مثلا تتمنى ضجه زي دي بالظبط، لدرجه اني شفت احد رواد السوشيال ميديا الكبار بيقول لك ان من المتوقع لحظه صدور جي تي اي 6 تبيع في اول لحظه ليها على الساحه 14 مليون نسخه. يعني لو ضربت 14 مليون نسخه في السعر المتداول للنسخه العاديه اللي هو 70 دولار، ف 70 دولار في 14 مليون يا لهوي، حوالي مليار في اول ساعه ليها، انت متخيل؟ في اول ساعه بس. فده كله بسبب كم الضجه اللي بتتعمل عليها دلوقتي. اللعبه على لسان الجميع طول الوقت، يوتيوبرز وتيك توكرز واي مكان بالسوشيال ميديا بيتكلموا عنها. حتى لو تاخد بالك الضجه على جاد اوف وور راجناروك خدت وقتها، وفجأة لقينا أخبار عن جي تي اي عشان ترجع لبانة على لسان الجميع. وبرضه لما بيسيزدا عملتها ونزلت ستور فيلد خدت وقتها وتقييماتها العظيمة والضجة بتاعتها، وفجأة لقينا تسريبات لجي تي اي تاني، وطبعا إشاعات، وأصبحت جي تي اي لبانة تاني على لسان الجميع. مش بقول طبعا إن ستور فيلد اتنست أو وحشة، لكن اللي عاوز أقوله لك لعبة مش موجودة على الساحة أصلا وواخدة ترويج أكتر منها. وهنا بيجي دور المسربين، إلا الله أعلم شكلهم تبع روك ستار أصلا عشان يخلوا يعني اللعبة دايما عاملة ضجة بالشكل ده. يا اخوانا انا متحمس للعبه فشخ، انا بعمل شيء محدش بيعمله اصلا، انا حرفيا بتفرج من وقت للتاني على الفيديوهات اللعبه المتسربه يا الله. فبس عزيزي المشاهد لا تقلق، هذه اشاعات وليس اكثر. اللعبه طبعا هتكون صادمه، ولكن مش بالشكل الغير مرغوب فيه كمساحه او سعر يعني، ولكن من تاثير قصتها وعالمها الخيالي. وهسيبكم بقى تستمتعوا باغنيه مخصمات بصوت العظيم تريفل فيليبس. بس اشوفكم الحلقه الجايه، سلام. You look like you belong in a mental home. انت لو كنت بتهتم، انت لو كان عندك دم، انت لو بتحس يا عم هتعرف اللي مسعلي. ما انت لو كنت بتهتم ومالي عينك كنت هتتلم، انت لو كنت بتفهم ما تزعلنيش وتطلعلي. مخصمة وابعد عني انا مش طايقه، سيبني مش عايز ابقى معاك ما تولينيش وشك تاني. مخصمة بجنن بك انت انا مش فاهمك، مش عايز عيني تكون شايفك ولا اسمع صوتك توداك.